بسم الله، لو انا عايز اكتب كلام طويل شويه عباره مثلا عن الاتفاقيه اللي بتيجي مع البرامج او اتفاقيه الموافقه على شروط المنتدى مثلا، فهقول له تكست اريا. طبعا الكلام ده بيبقى في قلب الفورم، ودي بتتقفل عكس الانبوت ما بتقفلش. تقدر تكتب هنا اي كلام انت عايزه، اي هاو ار يو، تقدر تكتب فقرات طويله. طيب بعد كده لو انا عايز التكست اريا ديت هنشوفها دلوقتي، هي ديت. طيب عايز اخليها دي في سطر ودي في سطر، هوجه هنا اقول له بي ار. طيب انا عايز اتحكم في الكام سطر اللي ظهروا لي، هقول له انا عايز روز، واقول له مثلا 6 سطور او 5 سطور ده بشكل دوت. طب لو خليتها 15 سطر، تظهر بشكل دوت. طيب لو انا عايز اتحكم في عدد العرض بتاعها، هاجي هنا اقول له كولومز، واقول له مثلا خليها 130 مثلا، فتظهر بالشكل دوت. طيب انا اقدر اجي هنا واكتب وتكتب كتير، يعني مش ملتزم انت بالكام سطر دول، تقدر تكتب زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اخليها لا ريد اونلي اقرا بس، اجي هنا واقول له ريد اونلي بالشكل دوت، تمام، يبقى كده ريد اونلي محدش يقرا فيه. طيب خليني اضيف بس انبوت جديد عبارة عن انبوت، وده هيبقى التايب بتاعه ريست. ريست عبارة عن ايه؟ هيخلي كل حاجة زي ما كانت الأول قبل ما أعدل فيها، تمام. طيب خليني أشوف كده أهوت، ده ريد أونلي، مالكش أنت تعدل فيه. هنا تقدر تكتب الاسم، تقدر تكتب الباسورد، تقدر تدوس هنا ريست، يبدأ يمسح لك ويخليك كله فاضي كأنك أنت عملت ريفرش.